السلام عليكم إخواني الأفاضل، تحياتي لكم، صباحكم سعيد. في هذا الفيديو اليوم سأعرض عليكم التين بعد تجفيفه. الله يبارك كما تشاهدون، الله يبارك، نوعية جد جيدة. قمت بفرنه حبة بحبة، الله يبارك كل الحبة الصالحة، الله يبارك ثمر، الله يبارك في التجفيف، الله يبارك ما شاء الله، الله يبارك. كما تشاهدون هذه الكمية هنا لازالت تحتاج إلى الشمس لتتجفف، الله يبارك، تبارك الرحمن، خير ربي، الله يبارك. معرضة للشمس أما هذه الكميات فقد جمعتها، الله يبارك، تجففت داخل أكياس، يجب أن تحتفظ داخل أكياس لا يدخلها الهواء كي لا تتعفن وتبقى رطبة كما تعلمون، الله يبارك. يمكن أن تؤكل نيئة أو بزيت الزيتون الباكر كما تشاهدون. في نقوم بوضعها داخل علبة زجاجية ونضيف إليها التين ونأكل منها، فهي جد مفيدة لصحة الإنسان، فهي مفيدة لجهاز المناعة، تقويه، وهي ضد أمراض السرطان، وأيضا تعطي الطاقة للجسم، ولها عدة فوائد للمعدة والكولون، ولها عدة فوائد كما قلت لكم، فهو غذاء جد صحي ذو طاقة، نستمد منه الطاقة التي يحتاج إليها الجسم. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو. سأقدم لكم في فيديو آخر طريقة تحضير التين بزيت الزيتون بإضافة له مكون الزعتر، فهو أيضا مفيد لنا. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد. هذا كل ما تستمده لنا الطبيعة، خالي من المواد الإضافية، فهو طبيعي 100% وصحي. لا تنسوا الدعم والاشتراك للقناة ليصلكم كل جديد كما قلت لكم. تحياتي لكم متتبعينا، أترككم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.